فاجأ نادي أجاكس طنجة جميع المتابعين بأدائه المميز هذا الموسم وبنتائجه الإيجابية التي بوأته زعامة القسم الثاني هوات. رفاق العميد عبد الله العشا بصموا على حصيلة أكثر من رائعة توجوها بحصد لقب الخريف عقب اختتام مرحلة الذهاب. عندنا واحد جروب لي مزيان وستافات اللي كتكون من سي حسن وسي سعيد الخمخامي وسي راشد حسين. صراحة أهم حاجة في الفرقة هي الجروب، عندنا واحد الجروب اللي ماشيين به الحمد لله مزيان. الحمد لله احنا اللعبة ديالنا تقريبا 100% كتكونوا من مدينة طنجة، لعبة صغار كنطبقوا المعلومات اللي قلنا المدرب ديالنا والحمد لله احنا ماشيين في الريتم اللي باغي هو. 11 انتصارا وتعادلان وهزيمة واحدة، حصيلة لم تأتي بمحض الصدفة بل نتاج عمل قار وتسيير ممنهج أعطى ثماره في الشطر الأول من البطولة. السر بعجالة هو استمرارية وخدينا خبرة العام اللي يعني أول مرة أنا ضيف جديد على الهوات ما كنتش عارف عليها والو، فالخبرة ديال العام الأول عطتني الأبعاد نقاط الضعف والقوة ديال هاد لا ديفيزيون هادي، وكذلك طنجة الحمد لله زخرة باللعابة، لعبة في المستوى، مواهب كبيرة، خصها شوية ديال الصقل وشوية الخدمة ماشي مزيان الحمد لله. بالخبرة اللي خديت العام اللي فات وشفت المستوى اللي كاين والقيمة ديال اللعابة اللي عندي في طنجة قيمة إضافية كبيرة. انا عندي بعض الاصدقاء كيقولوا لي ملي كيتفرجوا في اجاكس كيشبعوا الكره ما كيتفرجوش حتى في الكره الاوروبيه، وهذا كيشرفنا بزاف. حماس كبير وتفاني في حمل القميص ابرز ما يميز تدريبات ومواجهات اجاكس طنجة هذا الموسم، كتيبة شابة واطار وطني مجرب، أسرار نجاح فريق يسير بثبات نحو خطف بطاقة الصعود. لم يكن أشد المتفائلين ينتظروا الانطلاقة القوية لنادي أجاكس طنجة هذا الموسم في قسم الهوات. الفريق بصم على نتائج مميزة مكنته من تسلق زعامة الترتيب والتتويج بلقب الخريف الفخري. فهل ينجح أبناء المدرب حسن أجنوي في المواصلة على درب الانتصارات خلال مرحلة إياب البطولة وتحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول هوات؟ محمد بن موسى من ملعب تدريبات نادي أجاكس طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.